في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل يكون هذا الحكم وهو الإحداث خاص بالمسلمة؟ لأن المسلمة هي التي تلتزم بأوامر الله، وهي التي تخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافرة ما تخاطب بالأحكام الشرعية حتى تسلم تؤمن. نعم، الكافر ما يؤمر بالصلاة والمسلم يؤمر بالصلاة، هكذا. فالمسلم هو اللي يخاطب بالأحكام الشرعية، أما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم. نعم.